السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعاً أنا هسه راجعة من الشغل من الدوام، اليوم صعدت في الباص الطابق الثاني، حبيت أصور هذا المنظر، هذا البيض، هذا التبن. يحشونه او يحصدونه او يقصونه ويغلفونه بالنايلون كنوع من العلف او طعام الحيوانات. المنظر خريف، خريفي بامتياز. هاي البيوت، هاي سكنية هنا شقق، هاي السوق، المنظر شلون حلو. صحيح باردة وجو مزعج شوية، مطر وهواء، بس بنفس الوقت يعني المنظر حلو جميل، واحد ما ينكر جمال الطبيعة. سبحان الله، حابة أصور منه، أصور لكم هنا. أيوة. بحيرة هاي هنا، هنا هم بعدهم يسوون عمارة، الشقق هنا جديدة قاعد يبنون بيها. أحلى شيء فيهم يعني باستمرار يسوون أعمار و صيانة وبناء، ما يخلون بلدهم تتعب، مو مثل دولنا العربية البنية التحتية تنعدم وبعدين يحتارون شلون يسوون. لا، هنا باستمرار يسوونها إدامة، يسوونها تصليح وإعمار حتى قبل لا تخرب، يسوونها صيانة. لذلك بلدهم حلوة مرتبة. شلون حلوة، بوليس هذا الزرع زرعوه للصيف، يعني راح يجي الثلج وراح يجي المطر، وذاك اليوم زرعوه ما صار طيب. اسبوعين شوف شلون صار. هذا الطريق بيوم من الايام مشيته كله، مشي
استغرق من عندي 4 ساعات مشي، 4 ساعات مشي. هاي هنا هاي الأرض جهزوها للزراعة. سبحان الله، الله شقد مرضيهم. هنا البحيرة، هنا هذيك الأبقار اللي يبينن عندي بالتصوير. سر بالأوز أو البط المهاجر، سبحانك يا رب. شوف هاي البحيرة منا، هجرة، هجرة الطيور هسه هاجرت، لأنه راح ندخل احنا حاليا في فصل الخريف، راح ندخل بالشتاء طبعا ثلج وبرد، الطيور تهاجر. Yeah, I did that again.